باه عسلامتكم. اليوم باش نقراو ليمونيتي كونتر لي بارازيت و لي بارازيت باش نختار منهم لي زيلمنت. اون فيت لي بارازيت فيهم انواع واشكال، مثلا فما لي بروتوزوار، اليوم مانيش باش نحكي عليها مثلا لي بروتوزوار خاطر ليمونيتي نتاعهم تشبه برشا ليمونيتي كونتر لي باكتيري انتراسيلولار. الفيديو هذه باش نركز على ليمونيتي كونتر لي زيلمنت. لي زيلمنت كما تعرفوهم هما دوت اللي فيهم ديجا انواع واشكال. دونك نبداو. دونك اول حاجه المركز لازم تتحط معناتها في المخ نتاعنا انه دوده اون جينيرال معناتها حاجه ميكروسكوبيك كبيره، لي سيلول نتاعنا ميكروسكوبيك صغار. دونك كيفاش حاجه صغيره باش تقضي على حاجه كبيره؟ هذه واحده من لي كاستيون اللي باش تطرح. باه دونك اول حاجه كيما دي كيما العاده معناتها لازمنا نتعرفوا انه عندنا حاجه خايبه في البدن نتاعنا باش نجمو نتاكيوها. دونك هوني عندنا الورم نتاعنا الدوده للمانت، نتعرفوا عليها بدي ريسبتور نتاع ليمونيتي اني نسميهم الباثوجين ريكوجنيشن ريسبتور، اللي هما يتعرفوا لي على دي سبستانس دونك حاجات في المانت هذيا اللي هما كاركتيرستيك ليها هي ومهيش موجوده على السيلول نتاعنا. دونك نعاود مره اخرى، الباثوجين ريكوجنيشن ريسبتور يتعرف على حاجات موجودين على الالمنت مش موجودين عندنا، بالتالي يكون هالتعرف هذيا طريقه افيكاس انك انت تعرف على انه انت انفكتي بالالمنت. باه دونك اون فوا السيلول نتاعنا اللي هي في الحاله هذه هي سيلول دوندريتيك تتعرف عليها، تكون هي في التيسيو مثلا في الانتستان نتاعك ولا حاجه، باش تمشي للعرف نتاعها اللي هي شيف سيرفيس نتاع الاميونيتي السيلول سي دي 4 تي هيلبر، باش تقول لها راني شديت راهو فما انفكسيون اللي هي قاعده تصير بالالمانت، انا شنو لازمني نعمل؟ بالطبيعه العرف الشيف سيرفيس نتاع الاميونيتي باش يتصرف كما باش نراو بعد. دونك سيلول دوندريتيك نسميوها سيلول بريزونتاتريس دونتيجين على خاطرها باش تعطيها سينيال اللي هو طرف بيبتيد جاي من حاجه من الالمانت، دونك من برودوي من الالمانت باش تعطيه لها تعطيه للسيلول سي دي 4 كما تراهوني، وباش تعطيها دي سينيال اخرين. من اهم لي سينيال اللي باش يجيو للسيلول سي دي 4 هو الانترلوكين 4، دونك كما تراهوني فما الانترلوكين 4 ستان سينيال مهم اللي باش يوصل للسيلول سي دي 4 تي هيلبر. دونك السينيال هذايا مهم علاش؟ السينيال هذايا مهم على خاطر السيلول سي دي 4 تي هيلبر باش تختص، باش تختص باش تولي سبيسياليزي في ان هي تحارب لي زيلمنت. الاختصاص هذايا نسميوه تي اتش 2. دونك تي اتش 2 هو اختصاص، شنو هو التعريف نتاعو؟ هو تو سامبلومون دونك كي نعرفوا سبيسياليزاسيون في لي سيلول سي دي 4 نقولوا انت شنو تصنع. دونك السيلول الاختصاص نتاع السيلول سي دي 4 هي شنو تصنع السيلول سي دي 4 في حالة التي اتش 2 تصنع الانترلوكين 4 الانترلوكين 3 والانترلوكين 5. لي سيتوكين هذوما هما اللي يعرفوا انه هل السيلول هذه هي تي اتش 2. اوكي دونك لو فيت ان هي تسكريتي هل سيتوكين هذيا نعرف انه السيلول هذيا تي اتش 2. كيما نراو هل سيتوكين هذوما ما هماش هكيكا سكريتي، هما دي ميساج للميونيتي باش ينظموا ان اتاك على الالمنت. دونك كوم كوا سي خطه استراتيجيه باش نقضيو على هالانفكسيون اللي جايتنا. باه دونك اون فيت هذوما لي سيلول تي اتش 2 باش يمشيو وين السيت نتاع الانفكسيون وباش يعملوا دي زاكسيون. دونك من لي زاكسيون نتاعهم انه دونك وين باش نبدا نذكر حاجه انه اغلبيه لي زلمات يجيونا باللي ميكوز نتاعنا كو سوا الميكوز ريسبيراتوار ولا الميكوز انتستينال. نعرف اغلبيه لي زلمات الدود يجيو بالميكوز انتستينال. دونك هوني وين باش نستحقوا ليمونيتي كونتر لي زيلمنت. بطبيعه لي زيلمنت ينجموا يدخلوا لنا زاد لبدننا ولكن اغلبيتهم يبداو في الانتستام تاعنا. دونك كي تتذكروا التي اتش 2 باش تبعث سينيال انترلوكين 3 هذا باش ياثر لنا في لي سيلول انتستينال تاعنا. كيفاش باش ياثروا لنا في السيلول انتستينال تاعنا؟ اول حاجه باش يخليهم يصنعوا ميكوس اكثر. علاش؟ دونك قبل ما نفهم علاش،
شنو هما الانترلوكين تيست يعمل بالضبط؟ اول حاجه يقوي لنا في البرودكسيون تاع الميكوس، وثاني حاجه يخلي انه لي سيلول انتستينال يتبدلوا، لقدهم يموتوا ويتجدوا بوحيد جدد. علاش هذا الكل؟ اش يعملوا هي؟ اش تعمل هي الالمانت؟ هي تلصق في لي سيلول تاعنا، تكبش فيها به. دونك الحل اللي عملته ليمونيتي باش تقضي على حاجه ماكروسكوبيك ما تنجمش تتكيها ولا تبلعها، شنو هو الحل؟ قالت اوكي، بويسكو هي لاصقة على سيلول انتستينال، هات نبدلهم لسيلول انتستينال، واذا كان عندي حاجه لاصقة باش تمشي مع لي سيلول انتستينال القدم. الميكوس هوني شنو يلعب؟ انه هو يعمل يعمل حاجه لوبريفيكاسيون، دونك يخلي انه الالمانت ما تنجمش تلصق افيكاسمون. هذيك علاش مهم انه احنا سكريتيو ميكوس به. دونك عاود نذكر الاختصاص نتاع تي اتش 2 صنع لنا من الاستوكين نتاعها اللي صنعوه لنا الانترلوكين 13. الانترلوكين 13 باش ياثر في لي سيلول انتستينال باش يخليهم يتبدلوا. الهدف من هذا انه نتخلصوا من لي سيلول القدم ونبدلوا بدي سيلول جدد. نذكروا انه لي سيلول القدم هما اللي لاصقين عليهم لي زلمانت، دونك اون فوا نتخلصوا منهم باش نتخلصوا من لي زلمانت. وهالميكوس هذيا باش يخلي انه دونك لي زلمانت ما يجموش يلصقوا افيكاسمون به. دونك حاجه اخرى باش تكريتيها السيلول دونك سي دي 4 تي اتش 2 هي الانترلوكين 5. الانترلوكين 5 باش يمشي يستيمولي ويكتيفي نوع من لي سيلول نسميهم لي سيلول ايوزينوفيل. دونك لي ايوزينوفيل تزيد البرودكسيون تاعهم ويكتيفيو من فوق بالانترلوكين 5 اللي هو برودوي بالتي اتش 2. هذاك علاش اون فيت في لي انفيكسيون اللي هما سيرو بليزالمات نلقاو هايبر ايوزينوفيلي به. دونك لي ايوزينوفيل هما دي سيلول افيكاس كيما باش نراو من بعد باش نحاربوا ليزالمات. حاجه اخرى هالي سيلول سي دي 4 اترافير السينيال نتاع الانترلوكين 4 باش يبعثوا سينيال للليمفوسيت بي يقولوا لهم اصنعوا لي دي زيمينوغلوبولين دي زونتيكور دو تيب اي جي او. دونك التيب هذا مهم انه هو يكون اي جي او كيما باش نراو، اللي هما الهدف نتاعهم ان هما يماركيولي لي بارازيت هذوما هاللي زلمات هذوما باش يماركيوهم لي دو سورت نتاع انه باش نشد هاللي زلمات هذوما باش نعملهم بالفلوريسون بالسيستيم ايمونيتير يبانوا له بالباهي. دونك يبانوا له ولي بلوز افيكاس ان هو يتكيهم. اذا كان حاجه ظاهره بالنسبه للسيستيم ايمونيتير يولي بلوز افيكاس ان هو يتكيهم به. دونك افكتيفمون شنو باش يصير؟ انه هاللي زي جاي باش يمشيو من جهه باش يكبتيو للمانت كما ترى هوني، هذه بارتي من المانت مش المانت كلها بالطبيعه. دونك باش من جهه باش يكبتيو هالمانت هذيا، ومن جهه من الجهه الاخرى نتاعهم باش يكتيفيو سيلول نسميوها الماستوسيت. دونك الماستوسيت هي هالسيلول هذيا، هي نوع من السيلول اللي هي معبيه بالميدياتور، دونك معبيه بالحاجات الشيميك كيما الاستامين كيما لي بروستاغلاندين لي لوكوتريان و بليزيور سيتوكين. الهدف نتاعها ان هي تعمل حرب شيميك على ليزالمانت. كيفاش باش تعمل حرب شيميك؟ اون فيت كيما فهمت انه ليزالمانت شنو يعملوا انه هما يلصقوا على لي ميكوز نتاعنا، دونك يديريو على لي ميكوز نتاعنا. وبويسكو هما ماكروسكوبيك ونحلو في الاليميناسيون تاعهم، شنو باش نعملو؟ باش نعملو تقول باش نجبدو تقول عندنا تواليت باش نجبدو عليها الشاس. دونك تو سامبلومون اذا كان هي لاصقة بالانتستان نعمل الدياري ونخرج معاها الهدود الكل. افكتيفمون هذا الرول نتاع الماستوسيت، اول حاجة نماركي لي زيلمانت بلي جي او، دونك لي جي او يلصقو لي على المانت. ومن بعد باش نكتيفي الماستوسيت باش تعمل لي هالحرب الشيميك باش يخرج لي الاستامين، باش يخرج لي البروستاغلاندين، باش يخرج لي اللوكوتريان. هذوما الكل اشنو باش يعملوا؟ باش يخليو انه لي سيلول انتستينال باش يتحشوا، دونك باش يتحشوا دو بلوس. فما هيك السيكريسيون تاع الميكوس اللي حكينا عليها قبل، الاستامين ولي بروستاغلاندين اللوكوتريان زاد عندهم افي مهم ان هما يعملوا كونتراكسيون تاع الميسكوليس. هذيك علاش بالكونتراكسيون تاع الميسكوليس باش نعملوا دياري به. دونك وهذا الكل
باش نحاولوا نيليمينيو به اي حاجه لاصقه على الميكوز نتاعنا. باه دونك هذا كيفاش باش نحاولوا نتخلصوا من ليزيرمانت اترافير لي ماستوسيت. حاجه اخرى نعملوها انه كنت تتذكروا حكينا الساعه على ان الانترلوكين 5 اللي هو يخدم لنا لي زيوزينوفيل ويروكريتيوهم. دونك توا باش ندخلوهم اون اكسيون لي زيوزينوفيل، اما هالمره باش نحاولوا نتاكيو لالمانت بلو ديريكتومون. دونك باش نحاول نتاكيو بلو ديريكتومون كيفاش. دونك كيما حكينا ان احنا فلونا لالمانت، كيفاش فلوناها؟ فلوناها بهالي زونتيكور اللي هما لي زي جي او كيما تراو من هوني. اون فيت هالي زي جي او باش يعملوا انتراكسيون مع لي زيوزينوفيل. لي زيوزينوفيل عندها ريسبتور هال لي زي جي او، وان فوا يفاكسيو لي جي او واللي هي لاصقه عليها المانت كيما تراو هوني، باش يعملوا بروسيسوس نسميوه ADCC Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity. اش معناتها؟ معناتها انه لي زيوزينوفيل باش يوليو توكسيك للالمانت. اون فيت هاد لي زيوزينوفيل فيهم دي جرانول توكسيك للالمانت اللي هما اسونسيلمون فما بروتياز نسميوها الميجر بيزيك بروتين، اللي هي كي تسيبها لي زيوزينوفيل شنو يصير للالمانت؟ للالمانت تتحش، خاطر هما دي بروتياز دونك باش يبداو يفلقوا فيها لي بروتياز. وهي دونك هذه سورت من نوع نستخدم حاجه نستعملوها باش نحاولوا نقضيو على المانت. باه دونك هذوما لي بروسيسوس اللي نحاولوا نحاربوا بهم لي زالمانت. ديما لازم نحطوا زاده في الوعي نتاعنا انه نفس لي بروسيسوس قاعدين يتعاودوا كي نحاي في الالرجي دو تيب 1. دونك في الهايبر سنسيبيليتي تيب 1 اللي هما لي زالرجي نفس الميكانيزم نراهم. دونك اون فيت علاش؟ خاطر في الالرجي البدن يحسب في مخه انه هو يحارب المانت، اور هو سي با لو كا. باه دونك هذاك علاش باغ اكزومبل في الازم نلقاو هيك دونك البرونكو كونستركسيون، خاطر كان تتذكروا مثلا في الانتستان على نفس الشيء هيك الكونتاكسيون تاع المسكليس باش نعملوا دياري باش نرتاحوا من اي المانت موجوده. دونك نفس الحاجه تصير في الازم اتسيتيرا. دونك ديما نحط في مخنا انه هذوما دونك لي بيرسونسيبيليتي تيب 1 والليميونيتي اونتي المانت هما حاجات اون باراليل. باه اخر حاجه نحكي عليها هي انه لي زلمانت بالطبيعه ماهوماش باش يسكتوا ليميونيتي، ماهوش باش يتحشوا برا. دونك عندهم دي بروسيسوس كيفاش هما بيدهم يدافعوا على رواحهم كونتر ليميونيتي. منهم مثلا انه لي زلمانت مثلا هوني نذكر الشيستوما، دونك بارازيت نلقاها في نلقاها في ليجيبت سورتو. شنو من الحاجات اللي تعملهم ان هي تغطي روحها بخطاء مصنوع بديغليكو بروتين وديغليكو ليبيد معمولين من لي زونتيجين نتاعنا. دونك عندها بروسيسوس كيفاش تغطي روحها بدي زونتيجين نتاعنا، وهذا في حد ذاته باش يخلوص السيستيم ايمونيتير، خاطر السيستيم ايمونيتير ما يتكيناش احنا. دونك ان فوا هي تغطي روحها بلي زونتيجين نتاعنا باش تتهرب من السيستيم ايمونيتير. دونك هذا واحد من الميكانيزم كيفاش لي بارازيت ينجمو يهربوا من السيستيم ايمونيتير. ان شاء الله نكون عاونكم.